صباح الخير مشاهدي قناة رشيد الفضائية. اليوم احنا بمهرجان فانز العراق، خلينا نشوف اجواء هذا المهرجان، خليكم ويانا. اليوم انا مسويه كوسبلاي هاشيرا الحب ومن انمي قاتل الشياطين. هو يعتبر فن من الثقافة اليابانية كوسبلاي، انه تتجسد شخصيات الانمي وتقدمها بالمهرجانات. انا قدمت فن الكوسبلاي الياباني على محور ان تلبس الشخصية وتقلدها شكلا وفهما. هذا العمل هو شخصية سكوربيون من لعبة موطل كومبات دعش، الجزء مال بلاي فور. هاي الشخصية عجبتني لان هو هيبة وعجبني، قدمت هذا السكين الاول مرة لي ككوسبلاير. كوسبلاير ياباني يعني من انميات يابانية، فنقدمه يعني على هيئة يعني احنا نقدمه يعني بالساحة، فنصنع كله صنع يدوي. لا الجمهور بدا يتقبل وقاموا يزيدون يعني، وناس يعني لا لهم علاقه بالثقافه اليابانيه يجون يستمتعون يعرفون وحتى يسوون. قدمت ميكاسا كمان من اتاك اون تايتن، وشي كلش حلو انه تطلع الطاقه اللي بداخلك بالهوايات اللي تحبها. الخلايا تعمل يعني سيل ات وور، وهو انمي طبي يعني يشرح به الجسم شلون يهجم عليه الفيروسات والبكتيريا، يعني شرح طبي يعني طبي 100%. الصراحة ان احنا بالنسبه لنا كوسبلاير نلبس ملابسنا الكوريه شخصيات انمي، يعني شخصيات نحبها، نتذكر نتقمص الشخصية من ناحية لبس، من ناحية الستايل، من ناحية الحركات. أنا كميك اب كله أنا اشتغلت تقريبا، طولت بيه ساعة أنا اشتغلت بيه، والزي كله يوم خياطة سويت لي إياها يعني. أنا أول شيء العراق هي بلدي الثاني بكل معنى الكلمة، لأنه زرتها من 40 سنة وكان حلم عندي أنه أرجع على العراق، والحمد لله تحقق الحلم. وبيربطني بالعراق محبة عميقة جدا، يعني إذا بقول لك أولادي خلقوا بيعرفوني أنه بحب بغداد، وخبرتهم كثير عن بغداد وعن تاريخ بغداد وعن أصالة الشعب العراقي وحسن ضيافته ومحبته للشعب اللبناني. اي نعم، هاي مو المشاركه الاولى، اكثر من مشاركه شاركت مهرجانات عده. نبيع فقرات يعني مال شخصيات مال انمي مال افلام، نبيع ميداليات قلايد، حتى نوسع من هاي الثقافه، حتى العالم يتوسع حتى يتعرف عليها اكثر. يعني جد تكون اسعار يعني مثلا كل قطعه حسب، اكو قطعه ب 2000، اكو ب 5، اكو ب 7، اكو ب 15، كل قطعه ونوعيتها وسعرها يعني. يعني بالسنوات الاخيره الصراحه يعني جاي اشوف اقبال اكثر والحضور اكثر على تواجد بهاي المهرجانات، جاي الاعلام يسلط الموضوع على هاي الامور، اشوفها صراحه طفره ايجابيه وشيء كلش حلو، حتى يكون متنفس العالم والعائله وتغير جو يعني. وصلنا وياكم الى ختام هذه الجوله، ان شاء الله استمتعتوا ويانا، وهاي عوده للزملاء.